صباح الخير عليكم، مرحبا بكم معايا. ان شاء الله راكم كامل بخير. نكملوا في دروس تلاميذ التحضيري، تفضلوا معايا. عندي برك ملاحظه صغيره، يعني باش ما نديش لا فيديو بزاف طويله. كاين بزاف امهات ما يكتبوا لي بنتي ما تشفاش، وليدي ما يشفاش، ما منقريه ونعاود له ما يشفاش. شوفي انا نقول لك نصيحه يعني بسيطه، حاولي مره وزوج قريه زعما حرف الباء اليوم وعاودي قريه له غدوه. معليش خسري 3 ايام وانت تقريه في هذاك الحرف، كل مره عاوديه له ومن بعد دخلي له في حاجه واحده اخرى في عدد ولا حرف. كي تعاودي وريه له ولقيتيه ما شفاش عليه، لا صح عنده ان بروبليم، ما كاينش كيما الطبيب، دي عند ان بيدياتر، طبيب اطفال. كاين ماشي لازم بريفي، يعني في ديسبونسير عادي كاين طبيب اطفال، ديه وعرض المشكله، قولها وليدي ولا بنتي تنسى. دوكا كاين بزاف مكملات غذائيه، كاين بزاف امور تقدر تنصحك بها. كاين مام لي بسيكولوج في لي ديسبونسير، كاين دي بسيكولوج ما فيها والو. كي تجوزي وليدك عنده مشكل نسيان ولا عدم التركيز ولا يدو يرعش ما يشدش القلم، كاين بزاف امور تقدر تحلهم ببساطه. الدرس 28 الاثنين 9 نوفمبر 2020. نتعلموا حرف الجيم للاطفال اللي يكونوا قراوا في المرحله التمهيديه، وفي المرحله التمهيديه استعملنا اللوحه وكتبنا في الكراس، ومن بعد لحقنا المرحله التحضيريه كيف كيف حنعاودوا نكتبوا في اللوحه وحنعاودوا نكتبوا في الكراس. دونك هذايا كي يشوفوا حيعرفوا باللي حرف الجيم ولا الحروف الاخرى اللي يكونوا قراوهم. بيان سور عندنا جا بالفتحه، هذايا جا، نديرو له الضمه يولي جو. نديرو له الكسره يولي جي. دونك جا جو جي. عندنا الكلمات اللي اخترناهم اليوم جمال جمانه جبال. تعمدت ندير النقاط للتلاميذ اللي مازال ما تسرحش يدهم في الكتابه، ما تتقلقوش منهم، ديروا لهم النقاط وخلوا لهم وحده يكتبوها وحدهم. جمانة دائما تخليهمش يهبطوا على السطر من الاول من الاول، باش يعني الكتابه تاعهم تكون صحيحه، ماشي حتى يوالف خليه اليوم يهبط ومن بعد غدوه قولي غدوه بالك يزيد يكمل، ومن بعد كي تولي للصح كي يولي في سنه اولى ولي يولي لك مشكل باش يشد يعني الخط من درك، ما يهبطش على هذا. قبل ما يبدا يكتب تقولي له ما تهبطش على هذا السطر. جمال جمانة جبال. قلنا تعرفنا على حرف الجيم بالفتحة جا، بالضمة جو، بالكسرة جي. تمارين صغير، يعني عندنا كلمات راهي مفككة، خليكم كلمات من تلت أحرف يبدأ يعني يلصقهم. شوفوا كيفاش درتهم، مكتبتهمش هكذا، مكتبتهمش هكذا يا، ومن بعد هو يربط. لا يعني نبدأ بشوية، خطأ نصعبو خطأ نسهلو، راهم برك ينحي كما يقولوا هاد المطة ويلصق. الاولى ديريها له نتيا، قولو كيما راهي مكتوبه جا ما لون هكذا، حنلصق لها هذا الماء ونزيد نلصق لها اللام، حنتحصل على كلمه. وخليه يعني يديروهم فاسيلمون، سورتو كي تجيهم هكذا سهله راهم واجدين. فل جون، تم رون، كلمات كنا درناهم من قبل وتعمدت يتعلموا ويولفوهم يولوهم سهلين، ما في الإملاء ما في الكتابة، يحفظ الكلمات يولولو سهلين. أسد، وعندي عين. نروحوا للمد،
عندي جا اللي هو هدايا، انا حنحيلو هدايا وحنلصقلو هذه يولي لي هكذا. تفهموهم بهذه الطريقه يولي لي جا كما يقولوا تعيط جا. هاي ليك الجو كيف كيف عندي هذه، انا حنحي هذه ونلصق له الواو تولي لي جو جو بهذه الطريقه. والجي نفس الشيء، هاي ليك حنحي انا هذه ونلصق لها الياء جي. جي بهذه الطريقه جا جو جي. سي بون، يعني تعلمنا حرف الجيم اليوم. ونقول ونكرر للامهات كل طفل وكيفاش يستوعب. لا يسحق يكتب غير ثلاثه، اللهم بارك. لا يسحق بلوس، زيدي له يعني في الكتابه. نروحوا للحساب. تعلمنا المره اللي فاتت العدد 16، اليوم نتعلموا العدد 17. بيان سور يكتبوه في اللوحه، يمحو يكتبوا يمحو يكتبوا حتى يدخل في راسهم بلي هذا 17، من بعد يجوزوا للكراس. تمارين عندي رتب الاعداد تصاعديا. تصاعديا معناتها من الصغير للكبير. نبدا نولفوهم على هذه الكلمات تاع تنازليا وتصاعديا. تصاعديا قلنا من الصغير للكبير. نبداو كنا درنا ترتيب الاعداد، يعني درنا عليه تمرين. نبداو ندخلوهم لهم بشويه، نبداو نفهموهم. دوكا مالك ما يعرفش، كاين اللي يعرفوا تلقى راسهم خفيف وكاين اللي لا. نبداو تصاعديا، نبدا نقول لهم شكون الصغيور كامل هنا. لا ما عرفش تقولي له كي نبداو نحسبوا منين نبداو اي عدد نبداو به وعاونيه. واحد اثنان، صافي دير الاولاني كامل شكون هو؟ واحد. واحد هو الصغير فيه. هاي اللي كلو كان نرسمه لهم بالخشيطه، ها واش فيه؟ واحد. واحد شوفوا شحال فيه، هذا واحد وهنا ثلاثة. شكون اللي صغير، هذا ولا هذا؟ حيبداو يفرقوا بهذه الطريقه بالاصابع سينا بالخشيبات. دونك واحد هو صغير نشطبو عليه، من بعد شكون اللي يجي موراه؟ شكون اللي راهو صغير هنا؟ ما عرفش قولي له شوف هذا فيه ثلاثة، شوف ثلاثة وهذا خمسة. شكون اللي صغير؟ هادو خمسة ولا ثلاثة؟ حي بشوية بشوية يبدا يعرف. من بعد خمسة، من بعد تسعة، نلحقو الإحدى عشر. إثنى عشر تقدروا ديروا طريقة تاع الخشيبات، ولا عندهم خشيبات في الدار، ولا الطريقة الأخرى قولوا احسب واحد اثنان ثلاثة، ولا معليش كتبيهم له واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة بالتسلسل حتى تلحقي الإثنى عشر. قولوا كل ما نطلعوا كل ما راهو يزيد العدد، كل ما نهبطوا رانا لتحت راهو صغير، كل ما رانا نطلعوا صافي تجي راهو يزيد. شوف هذا 11 وريهولو عمليك زعما بالخشيبات حتى تلحقي 11، كي ترسمي له 11 هكذا. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11. رسمنا 11، هادو يساوي 11. قلو حنرسمو 12 خشيبة تحتهم. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وحدة تحت الأخرى، ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12. شكون اللي فايت؟ يقول لك هو هذا، هذا راه فايت هذا بوحدة، هنا ما كاش. دونك هذا راهو كبير على هذا. نقعدوا في نفس السياق. في كل حالة ألون أكبر عدد بين ستة وثلاثة. شكون الكبير؟ ثلاثة. عفوا كبير ستة هو الكبير. بين اثنان وخمسة، خمسة هو الكبير. قلنا طريقة الأصابع ولا بالخشيبات.
هنا وهنا بين 3 و1، 3 هو اللي كبير، بين 7 و4 7 هو اللي كبير. ونقول لكم خدموا مع ولادكم، عاونوهم، دخلوهم شي خدمه وحدهم، سختو كي تكون حاجه جديده هكذا بشويه بشويه حتى يعني ندخل في راسهم. حوط ملابس البنت باللون الوردي وملابس الولد باللون الازرق. عندنا هذه هي البنت، يعني رسومات بسيطه تقدروا ترسموهم غير هكذا يعني كما كنا نرسمو حنا زمان. ها هذه تبان باللي طفله وهكذا يبان يعني ولد، يعني الام هذه اللي ما تعرفش ترسم كامل وترسم يعني اشياء بسيطه ماشي بهكذا بالضبط. الطفله حتلبس هاد القبعه، حتلبس هاد الحذاء، حتلبس هاد الفستان، والولد عنده، الولد عنده القميص هذا، وعنده السروال، وعنده هاد القبعه. وهذا نكونوا كملنا لا فيديو تاع نهار اليوم، تعلمنا حرف الجيم بالتشكيل يعني بالفتحه والضمه والكسره بالمد، وتعلمنا العدد 7. بدينا نفهموا شويه دراري الاصغر والاكبر بين الاعداد. نقولكم تهلاو في رواحتكم، سلام.